ولنقاش هذا الملف والحديث عن تواصل السهدة في أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق وشمولها لمناطق أخرى غير الجنوب وتحذيرات من انهيار المنظومة الكهربائية ككل، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم كل خير. أسعد الله مساءك دكتور. وفي ظل توسع حرب أبراج نقل الطاقة في مختلف المحافظات على غرار الجنوب، ما هي الرسائل من هذا التوسع في استهداف أبراج الطاقة الكهربائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ومشاهدي قناة الرافدين، ومن يتابع الألم الكبير الذي يحصل في العراق وهذا المأساة التي استمرت منذ الاحتلال ولحد الآن. قضية الكهرباء لها عدة أوجه. الوجه الأول، هناك أطراف تريد استمرار تدهور الوضع في الطاقة الكهربائية لخدمة المشروع الإيراني الذي يرتكز على الاقتصاد العراقي في جانبين، جانب توريد الطاقة الكهربائية بأسعار هو يحددها ودعم الاقتصاد الإيراني الذي عليه حصار، وهذا هو الوجه الأكبر. وهذه هذا الرأي يسنده عدد كبير من الأدلة التي تتوفر لدى الجميع، وليس سرا بأن هناك ميليشيات هي التي تقوم بتدمير هذه الأبراج لخدمة هذا الهدف من وجهة نظر إيرانية صرفة، لأن المصلحة الإيرانية تقتضي أن لا يستقر الوضع الاقتصادي بشكل عام ولا السياسي ولا الأمني في العراق، لأنها تدير الدولة العميقة التي تعمل. نعم، إن كنت معنا دكتور هلال، أين القوات الحكومية والأمنية ولماذا لا تتحمل مسؤولياتها في حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية؟ الجانب هذا هو الجانب الوجه الثاني، أنه تحييد القوات الأمنية عن القيام بدورها لإيلاء هذه المهمة إلى الحشد، والحشد معروف ولاؤه لإيران يعني بشكله العام، والمتحكمين في هذا الملف هو الدولة العميقة الإيرانية، وبالتالي القوات الأمنية لم تقوم بواجبها ولن تستطيع أن تحمي المواطن، فكيف تحمي الأبراج في الصحراء؟ لأنه نلاحظ أنه عندما يتم اعتقال أحد المجرمين من يقوم الحشد بإخراجه بالقوة، والقوات الأمنية والجيش والمخابرات والأمن الوطني وهذه المسميات الكبيرة لم تفعل شيئا، بل على العكس تبقى متفرجة، فكيف تواجه هذه القوات الحشد الذي يقوم بتفجير هذه الأبراج؟ ورأينا هناك مقاطع فيديو انتشرت وشاهدها الجميع أن من يقوم بالتفجير هم أناس يلبسون اللباس العسكري والمعدات والآليات، آليات عسكرية تابعة للدولة، إذن هناك تخريب داخلي مقصود في هذا الجانب. الجانب الآخر أنه الفساد الإداري الذي هو السمة الغالبة على كل الوزارات العراقية ووزارة الكهرباء بالتحديد، هو أنه أعطت الحماية لأشخاص والجهات تستفيد من عمليات التخريب هذه لأغراض الانتفاع وأخذ العمليات الإصلاح وما إلى ذلك. إذن غياب هيمنة الدولة، غياب الدولة بمعناها الحقيقي وعدم فرض هيبتها على الواقع على الأرض في العراق، وتغول الحشد والميليشيات الموالية لإيران بشكل أصبح مفضوح، لا تستطيع أن تحمي هذه المنظومة التي هي منظومة متهالكة. نعم. ومنظومة أصبحت مصدر حقيقة استرزاق وتكسب لعدد كبير من الأحزاب التي كانت تدفع أعلى قيمة لوزارة الكهرباء بعد وزارة الدفاع والوزارات. نعم. الأخرى عندما تشتري هذه المناصب لهذا السبب، لأنه لا يوجد رقيب ولا يوجد حسيب. نعم. غياب القضاء، غياب السلطات الأمنية الحقيقية، فبالتالي
تصبح منظومة الكهرباء هي منظومة هشة، مراد منها خدمة أهداف خارجية وداخلية. في هذا السياق بالحديث عن التحديات التي يمر بها العراق على غرار العالم، منها وباء كورونا، ونعلم جميعا حاجة المستشفيات للتيار الكهربائي لتسيير غرف الطوارئ وردهات العناية المركزة، بالإضافة إلى الأحوال الجوية وموجات الحر التي يشهدها العراق. إذا لم تتدخل الدولة في هذه الظروف الاستثنائية، متى يمكنها التدخل؟ لم تتدخل لأنه هي جزء من منظومة الفساد. لا تستطيع أن نحن لا نوجد لدينا في العراق، وهذا ليس سرا أو اتهاما بل هذه حقيقة، لا يوجد لدينا شيء اسمه دولة. يوجد لدينا ميليشيات وعصابات تتحكم في هذا البلد بشكل علني وواضح وصريح. الدولة ليس لها وجود، عندما لا تستطيع الدولة حماية مواطنيها ولا تستطيع الدولة حماية المتظاهر الذي يخرج وفق القانون، ولا تستطيع أن توفر الحماية للمستشفى ولا توفر أمور المواطن، المتطلبات الحياتية البسيطة، الماء والكهرباء هي أبسط متطلبات المواطن في كل بلد من البلدان العالم مهما كانت هذه الدولة غنية أو فقيرة، فما بالك دولة مثل العراق. إذا لا توجد لدينا اسم حكومة أو سلطة ممكن أن تتدخل، لأن هي جزء من منظومة الفساد وهي أسست على الفساد، فبالتالي عندما تكون مؤلفة من هذه العصابات ستبقى عملية صراع القوى ما بين ما هي العصابة الأقوى والأقدر على تحييد الطرف الآخر أو إفشاله أو طرده من ساحة النفوذ. يعني بالضبط المافيات، يعني هو الوصف الدقيق لما يحصل في العراق. ليست حكومة ولا توجد سلطة. السلطة التي لا تستطيع أن تؤمن المواطن ولا تؤمن خطوط إنتاج الطاقة الكهربائية أو الماء أو إلى آخره، متى تتدخل؟ لن تتدخل لأنها هي من أسست هذا الفرشة، هذه الفرشة الكبيرة من الفساد لكي ينفذ إليها الأحزاب التي تشكل هذه السلطة. أوصل والعراق ما قصف لهذا المستوى المتدني، حرائق بس عندما تحترق الوزارات ومقرات العقود والمالية تماس كهربائي، أما المواطن ما رأى كهربائي. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.